كاجي. اليوم بدنا نتعرف على حرف جديد. كتير حلو، كتير سهل. بس قبل ما نتعرف عليه بدنا نتذكر الأحرف اللي إحنا أخذناهم. هاي هالغيمة مطرت علينا الأحرف اللي إحنا أخذناهم. يلا نتذكرهم. حروف المد الطويل. ممدودة فوقية همزة صوتي. اسمي ألف ممدودة تحتية همزة صوتي. اسمي همزة صوتي. اسمي باء صوتي. طيب في عنا هون حرف جديد يشبه الحرف الإيه بس إله عينتين. كم إله عين؟ كم إلنا عين إحنا كاجي؟ تنتين. إلنا عينتين. برافو عليكم كاجي. حرف الإت بدنا نتخيله زي وجهنا وإله عينتين. تنتين. كم إله عين؟ تنتين، نقطتين يعني. حرف الإت هاي الصدر زي الوجه إله نقطتين. هاجي إله شكل تاني، بمد بإيده مشان يمسك بإيدين أصحابه زي ما تعودنا. قطع عمود وخط أفقي ونقطتين. تاء صوتي إت. اسمي تاء صوتي إت. إت تفاح. إت تمساح. ات حوت. ات سمر. ات تير.